نتقدم بالشكر والتقدير للسيد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق على هذا الإنجاز الذي يحقق الصحة العامة للمجتمع والذي يؤمن الغذاء المواطن، حيث هذه الصلخانة المركزية التابعة للمجلس البلدي تكون فيها اللحوم تحت السيطرة ووفقا للشروط والضوابط الصحية، وكذلك تأمين على أقل تقدير غذاء المواطن. قمنا بجولة داخل هذه الصلخانة، هذه الصلخانة طبعا تحت إشراف الحرس البلدي وتحت إشراف الدكتور البيطري، نتمنى لهم التوفيق. نعتبر أن هذه الصلخانة لصالح المواطن. اليوم نلاحظ أن تصارع دمات في بعض المذبوحات، لو مش موجود البيطري أو مش موجود الحرس البلدي كانت تكون هذه اللحوم تباع في الأسواق في الليبية. إذا كان لم تنضبط اللحوم عن طريق البيطري في هذه الصلخانة التي تعتبر استثمار لبلدية طبرق ومن إنجازات بلدية طبرق لصحة المواطن، يجب ما هي صحة المواطن في وجود الأجهزة الأمنية والبلدية والحرس البلدي؟ كنا في خدمة المواطن. أحذر للمرة الأخيرة أن أي لحوم اعتبارا من غدا وعلى الحرس البلدي والجهات المكلفة من قبل سيد مدير الأمن المتعاون مع هذه البلدية والأجهزة الأمنية الدعم المركزي المباحث العامة، أي لحوم حتوجد غدا في المجازر لم تكن مختومة عليك بسحب الرخص ومصادرة اللحوم وإحالة من المخالفة وفتح محضر تحقيق. بفضل الله وبفضل المحسنين والداعمين تم تركيب اليوم آخر محطة تحلية من ضمن حوالي 9 محطات تحلية تم تركيبهم. إجمالي المحطات التي تم تركيبهم بالكامل 12 تحلية، 3 محطات تم صيانتهم بالكامل. المناطق التي استهدفت مياهها غير صالحة للشرب، المياه مالحة والمياه بها أملاح زيادة والمياه بها صدأ كثير والمياه بها نسبة من الجير غير قابلة صالحة للشرب. هذه الحملة هي حملة وجعلنا من الماء كل شيء حي، استهدفت حفر 3 أبار، الآن نحن ساعين في حفر 3 أبار المياه، كذلك مد شبكة أنابيب، مد شبكة مياه لمنطقة في العوينات بحي إساول حوالي 2 كيلومتر، والمنطقة هذه لم تصلها المياه منذ 38 سنة تقريبا. اليوم نحن بصدد تركيب المحطة الأخيرة من عدة محطات عددها ما يقارب 12 محطة تحلية. تخللت هذه الحملة سقي الماء، هي حملة سقي الماء بإشراف مباشر من جمعية طمزين وبالتعاون مع مكتب صندوق الزكاة وادي الشاطي ورابطة الأنوار جرمة. تم تركيب عدة محطات تحلية ابتداء من بلدية غات في منطقة العوينات ويسين، رجوعا إلى وادي لاجال وإلى بلدية وادي عتبة وإلى بلدية تراغن، والآن نحن في بلدية القردة الشاطي. تعتبر هذه المحطة الأخيرة اليوم التي نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات المتبرعين من كافة ليبيا، ونسأل الله تعالى أن يعم الأمن والأمان والسلام على ليبيا عموما.
اليوم هو أول يوم في حملتنا لتستهدف المدارس. قام الفريق فيتس أو فريق المنظمة بعمل حفر في المدارس، ثم جلبنا شتلات وخلينا التلاميذ يغرسوا شتلات في مدرسة قرطبة، التلاميذ نفس التلاميذ المدرسة، مع إلقاء محاضر على أهمية البيئة عن طريق المهندس جميل البابا، وأهمية التشجير، مكافحة التصحر، مكافحة التلوث. طبعا وجهنا دعوة للحرس البلدي، وجاء الأفندي خالد المسماري وألقى ألقى كلمة على أهمية الحرس البلدي، وأن الحرس البلدي هو المناط في حماية البيئة في ليبيا، حماية البيئة والمحافظة عليها. اليوم جيت شاركت مع الشباب أنا ما شاء الله في برنامج الشجرة، وهم يجيبوا في الطلبة طبعا يوروا فيهم كيف يزرعوا وكيف يشتروا وكيف يفهموا فيهم على الطريقة. برنامج يعني ممتاز بصراحة، يعني فيه استفادة للبلاد وحتى للطلبة نفسهم. لما الطالب يزرع شجرة يحس في نفسه وكأنه متعلق بها، حاجة هو اللي درها، فأشياء دي والله نشجعوها ونتمنى المزيد منها بصراحة. تشجير كويس هو يقضي على التصحر وغطاء نباتي كامل للمنطقة، وهي تعتبر رئة بالنسبة للمناطق اللي هي مزدحمة زي بنغازي وزي، فنتمنى المزيد منها إن شاء الله.